دكتور علي وكاوخ، اختصاصي في أمراض الأمعاء، كائن بالبيئة في العاصمة. موضوع اليوم تأثير صيام رمضان على الجهاز الهضمي. رمضان له تأثير إيجابي وبعض الأحيان سلبي على جسم الإنسان. أولا، يوجد نوعين من الناس، الناس اللي عندهم أمراض عضوية، وهذا عموما يعني ممنوع، عضوية ومرض كبير ممنوع عليهم الصيام. والصنف الثاني هو اللي عندهم أعراض عضوية خفيفة ولا ما عندهمش كاع أعراض. عموما يعني تأثير إيجابي أكثر منه سلبي. المشاكل الشائعة في الجهاز الهضمي في شهر رمضان هم ينقسموهم إلى أعراض خفيفة وأعراض يعني خطيرة. هم نبداو الشائعة، هما اللي يكونوا خفاف، خاصة البالونمون يعني التنفخ تاع الكرش، والإمساك. كي نتكلموا على الإمساك، الإمساك ناتج عن عموما عن نقص كمية الماء المستهلكة في اليوم ونقص الحرارة الحركة. يعني عموما في شهر رمضان ما نشربوش بزاف الماء وما نتمشاوش بزاف. هاد كي ما نتمشاوش يعني الأمعاء ما يتحركوش بزاف، ينتج من خلال هذا النقص في الحركة والنقص في المياه الإمساك. باش نتجنبوا هذه المشاكل يعني لازم يكون انضباط. كيفاش يكون الانضباط؟ يعني الناس تاكل بالعقل، تمضغ مليح، تشرب بزاف الماء، وتجنب خاصة بعض الأكل، خاصة اللي يكون لي سكر دابسوربسيون رابيد نهضر عليهم، هو لي صودا الكازوز ولي باتيسري. هادو يعني الناس يكثروا منهم في رمضان، هادو هما اللي ينتجوا أكثر مشاكل اللي يصيبها يصراو للإنسان في شهر رمضان. كي يكون الانضباط في الأكل يعني نتجنبوا الرحلة إلى الطبيب، يعني ولا يكون الناس منظمين ويقسموا الماكلة تاعهم، يقسموها على ثلاثة، يعني ياكلوا بشوية مع الأذان، شوية في نص الليل، شوية في السحور، هذا عموما، ويديروا المشي في النهار. هادو كاع يتجنبوا كاع المشاكل اللي يديهم الطبيب. أولا يعني الأمعاء يكونوا أوروبو، يعني يكونوا في راحة. الراحة هذه تسمح الإنسان يعني باش يخرج كاع لي توكسين اللي فيه، والخلايا تاع الجسم تاعو يعاودوا يتكونوا من جديد. كل الخلايا تاع الجسم يعني، وغير ماشي برك الجهاز الهضمي، كل جسم الإنسان رمضان فيه صومو تصيحو، يعني فيه فائدة كبيرة لجسم الإنسان. أولا لازم ياكلوا بالعقل، يمضغوا مليح وما يبداوش ياكلوا بالخف تمتم. يكسروا صيام بشويه حليب ويستنى واحد الوقت، سوا يروحوا يصلوا ولا يصبروا شويه، ومن بعد يبداوا ياكلوا بالعقل، ويقسموا الاكل تاعهم الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى مع الاذان، ايفيتيو فيها لي صودا الكازوز، لي باتيسري ولي فيوند غراس، يعني خير ياكلوا الدجاج ولا الحوت في والمرحلة الثانية في نصف الليل ياكلوا ماكلة يعني يشبعوا مليح. والمرحلة الثالثة لازم الناس تسحر. كي تسحر عموما كاين بزاف يفيتيو السحور باسكو يخدموا، ولا لازم ياكلوا الماكلة تاع 12 تاع الليل ياكلوها مليحة، خاصة لي سكر دابسوربسيون لونت. هاد لي سكر دابسوربسيون لونت يسمحوا لنا يكون عندنا طاقة خلال اليوم اللي رانا صايمين فيه.